السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أضرار عملية الليزك؟ بداية، قد من الممكن أن يكون ضرر لها هو جفاف العين الدائم، وهذه من أكثر الأعراض شيوعا لهذه العملية. وأيضا من الممكن ضعف أو اضطراب الرؤية بشكل كبير، وعدم الارتياح المؤقت الذي سوف يستمر لعدة أيام بعد العملية. وممكن هذه العملية أن لا تقوم بتصحيح النظر بشكل كامل، فبالتالي ممكن أن تصلح، مثلا نريد تصحيح النظر بنسبة 100%، نحصل على تحسين النظر بنسبة 30% أو 50%، فمن الممكن أن لا تنجح بنسبة كبيرة جدا. ومن الممكن أن نلاحظ مشاكل في السديلة، وأيضا من الممكن أن يحدث عدوى العيون والالتهابات وبعض الأمراض المختلفة، أو ضعف أو تغير الرؤية التي يمكن أن نتعرض لها، ضعف الرؤية أو تراجع في حدة النظر، والذي ينجم عن مشاكل وأخطاء جراحية لهذه العملية. وأيضا من الممكن العمى الدائم، لسمح الله. عافانا وعافاكم الله.